ازيكم يا شباب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالى بقى النهاردة استكمالا كده للي احنا قلناه المرة اللي فاتت في الخزانات المستطيلة، فكرك كده باللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، اللي احنا قلناه ان انا عندي الخزان المستطيل ده عبارة عن مجموعة من البلاطات المتصلة ببعض. انواع البلاطات دي او انواع الحوايط ممكن تكون شالو وول، يعني وان واي في الاتجاه الرأسي، فباخد شريحة بس في الاتجاه الرأسي، كل الحبل يروح في الاتجاه الرأسي، او ممكن تكون البلاطة ديت تو واي، فالحمل بيتوزع في الاتجاهين، حمل في الاتجاه الرأسي وحبل في الاتجاه الافقي. قلنا اي حمل على الحيطة اسمه بي، ففرضا الاتجاه الرأسي والاتجاه القصير يبقى اسمه الفا بي، والحبل في الاتجاه الافقي اسمه بيتا بي. بس قلنا ملاحظة مهمة، ان الحمل في الاتجاه الافقي دوت كل الحمل يروح في الاتجاه الرأسي على ارتفاع اتش على الاربعة، وتلات ارباع الحمل بس هو اللي يروح في الاتجاه الافقي، وده بسبب الريجيديتي بين الفلور والوول في الحتة دي، فيقوم الفلور ساحب كل الحمل في الاتجاه الرأسي. طيب، ورحنا خدنا المثال بتاعنا كده كان 4 في 6، فقلنا الديزاين ستيبس او الستيبس بتاعتنا concrete dimensions loads، اهم حاجة نفرد الخزان، فتروح كده تفرد الخزان، تشوف الفلور بتاعتك هي 1 واي ولا 2 واي، وتوزع الفا وبيتا، تيجي تشوف الوول بتاعتك كل حتتين قصاد بعض زي بعض، فتيجي تشوف الوول بتاعتك برضو 1 واي ولا 2 واي، وتجيب الفا وبيتا. وخلي بالك ان الحبل خلي بالك ان الحمل في الاتجاه الافقي كله يروح في الاتجاه الرأسي، وتلات ارباع بس هو اللي يروح في الاتجاه الافقي. ورحنا خدنا برضو بالنسبة نفس الكلام للحيطة التانية، رحنا خدنا الشرايح بتاعتك ستريب واحد، بقى تجمع الاحمال بتاعتك على الشرايح، وترسم هنا البندنج مومنت والنورمال فورس زي ما خدنا قبل كده، الشريحة التانية وشريحة في الاتجاه الافقي، تاخد الحمل الموازي في الاتجاه الافقي، تاخد شريحة في الاتجاه الافقي برضو، وترسم لها السترينينج اكشن العزم والنورمال. النهارده بقى يا جماعه عايزين نعمل ايه؟ النهارده عايزين نعمل الديزاين، النهارده عايزين نخش في خطوه الديزاين. انت ان شاء الله بحلول او ان شاء الله كده بوصولك للفيديو دوت، هيكون معاك البي دي اف اللي احنا بنشرح منه. البي دي اف دوت انا منزله لك مع الفيديو الاولاني، ابيض واسود عشان تقدر تطبعه بسهولة، ابيض واسود عشان تقدر تطبعه بسهولة. يا ريت الناس لو سمحتم تتابعوا معايا الفيديو عشان تستفيد اقصى استفادة من الشرح ده، ولو انت طبعت البي دي اف تابع برضو معايا في البي دي اف واكتب ملاحظاتك. طيب، النهارده بقى نكمل، وعايزين نعمل ديزاين للكريتيكال سيكشنز. فانت خلاص جبت الشرايح، رحنا للشرايح ورسمناها، فروح اشوف اكبر عزوم واكبر نورمال في الشرايح كلها، هتلاقي نفسك عندك الشريحة الاولانية العزم ب57.9 والنورمال تنشن 96.2، ده اكبر قطاع على السترينينج اكشن، طبعا ووتر سايد سيكشن، قطاع كده ووتر سايد سيكشن العزم ناحية المية. طب بنصمم القطاع الووتر سايد سيكشن ازاي؟ ادا عليه ام ووركينج ب57.9 كيلو نيوتن على المتر، كيلو نيوتن متر، والتي ووركينج بتساوي 96.2 طن. فاحنا دلوقتي عايزين مع بعض نبدأ نصمم القطاع ده. فأول خطوة في الديزاين، عايزين نبدأ نصمم مع بعض القطاع ده فأول خطوة في الديزاين إنك تروح تحسب مين؟ إنك تروح تحسب التي، تروح تحسب التي. فالتي دي بتساوي 50 جذر M زائد 30، يطلع 50 جذر 57.9 زائد 30 يطلع ب410.
قلنا الرقم ده هنقربه لأقرب كام؟ لأقرب 50 مللي. هنقرب الأرقام دي لأقرب 50 مللي، فيطلع معايا التي بتساوي 450 مللي. وقلنا لو التي بتاعتك أكبر من 300 مللي عشان أوفر هستخدم هنش، عشان أوفر هستخدم حاجة اسمها مين؟ هنستخدم هنش. طيب خلاص، يبقى يوز هنش، يوز هنستخدم الهنش ده، يوز هنش. طيب الخطوة اللي بعد كده في الووتر سايد سيكشن اعمل تشيك ستريسز، ان انا اتاكد ان الاف سي تي تكون اقل من الاف سي تي ار على الايتا. اتاكد ان الاف سي تي تكون اقل من الاف سي تي ار على الايتا. طب الاف سي تي ار بتساوي 6/10 جذر الاف سي يو، 6/10 جذر 30 تطلع 3/28. طب الاف سي تي دي بتساوي اف سي تي بتاعة الان واف سي تي بتاعة الام. طب اف سي تي بتاعة الان بتساوي تي وركينج في 10^3 على البي اللي هو عرض الشريحة 1000 في تي ب 450، يطلع 21/100 ميجا باسكال. طب الاف سي تي من الام اللي هي ام على زد، والزد بي تي تربيع على 6، ودايما اللي يتربع هو الموازي للعزم اللي هو السمك التي. تطلع الاف سي تي من الام تجمعهم تجيب الاف سي توتال. طيب عشان اجيب الايتا، المعامل اللي اسمه ايتا، ايتا واحد او ايتا واحد ايتا، اروح احسب حاجه اسمها تي فيرتشوال. التي فيرتشوال بتساوي تي في واحد زائد الاف سي تي من الان على الاف سي تي من الام. التي بتساوي 450 في واحد زائد اف سي تي من الان عندك واف سي تي من الام. ماشي يا شباب، عندي الاف سي تي من الان وعندي الاف سي تي من الام، اروح احسب التي فيرتشوال 505. اروح اخش الجدول اللي هو موجود في الكود، السمك الافتراضي حسب التي فيرتشوال، اجيب الفاكتور ايتا ايتا واحد، هتلاقي نفسك انت 505، يعني ما بين الاتنين دول، ما بين 400 و 600، يعني الفاكتور ده ب 135، يطلع على طول اقل اكبر من الاف سي تي ار اللي هو الالابل، اكبر من الاكشوال اف سي تي سيف، دايما تطلع معاك سيف. طيب بعد كده بقى اعمل مين؟ الديزاين. بعد كده اصمم بقى ام وان عادي خالص، ام وتي، اسف، اصمم ام وتي. اروح اجيب بقى الام التيمت، ان اضرب 1.5 في الام وركينج، واجيب التي التيمت، واجيب الاي ام التيمت على التي التيمت، واجيب التي على الاثنين ناقص الكفر، وتطلع الاي اكبر من التي على الاثنين ناقص الكفر. اروح اجيب الاي اس اللي هو الرقم ده ناقص ده، يطلع 0.425 متر. اجيب الام التيمت اس وراح اصمم بالسي 1 جي عادي خالص، اجيب السي 1 واجيب الجي، دايما الجي تطلع معايا 0.826. راح اجيب الاي اس بتساوي 1 على البيتا كراك ام التيمت اس على الاف فيلد في الجي في التي زائد التي التيمت على الاف فيلد على جاما اس. ها اعوض، اجيب رقم، اتفقنا، بجيب رقم على مين؟ على البيتا كراك. يبقى الاختلاف كله في الووتر سايد سيكشن، خطوه التشيك ستريسز وخطوه مين؟ البيتا كراك. طيب عشان اجيب البيتا كراك، عشان اجيب البيتا كراك، عشان اجيب يا جماعه البيتا كراك، قال لك البيتا كراك دي بتعتمد على اولا جدول كده، جدول حسب نوع الحديد المستخدم 350 ولا 420، حسب انا في اسطح الشد في الكلاس 3 ولا 4 ولا في الكلاس 1 ولا 2. هتلاقي نفسك انك موجود في الخزانات، دايما الخزانات موجود في كلاس 3 او 4، زي كلاس 3 او كلاس 4 ده خزانات مثلا الصرف الصحي واللي فيها مواد كيميائية ضارة. هتلاقي نفسك شغال على قطر 12 أو 16 أو 18، وفي الغالب هو قطر 12. تخش تجيب البيتا كراك حسب انت 350 ولا 420، 83/100 ولا 93/100، 75/100 ولا 85/100. احفظ بس الأربع قيم دول في حالة ال 12 وفي حالة 16 و 18. جبت البيتا كراك، يبقى اس كلها 754 مليمتر على متر مربع، مليمتر مربع.
يبقى يوز 7 فاي 12 على متر الطول. يبقى ده القطاع رقم 1. طيب القطاع رقم 2، هتيجي للقطاع رقم 2 في الهوريزونتال ستريب برضو ووتر سايد سيكشن. عايز انا القطاع ده مهم لان احتاج هنا هنش ولا مش احتاج، اشوف كده احتاج اعمل هنش في الشريحة دي هنا ولا مش احتاج. فالام وركينج والتي وركينج بتاعتها، اروح اجيب التي 50 بازر 50 جذر ام زائد 30 يطلع ب 371 مللي، يعني هستخدم التي ب 400 مللي. يبقى انا برضو هنا محتاج استخدم مين؟ محتاج استخدم هنش. واروح اخد القطاع رقم 3، ده اكبر اير سايد سيكشن، ام وركينج 29.5 كيلو نيوتن متر، والتي وركينج 60.5 طن اير سايد سيكشن. اروح بقى اصمم اير سايد سيكشن زي ما انت عارف، عادي جدا ام وتي، ويطلع برضو بيك اكسنتريستي. اروح اجيب الاي والتي على 2 ناقص الكفر، تطلع الاي اكبر من التي على 2 ناقص الكفر، واحسب بقى ما عنديش المره دي بيتا كراك، يطلع معاك على طول 6 في 12 على متر الطول. ونخش بعد كده بقى على الخطوة المهمة جدا اللي هي خطوة رسم تفاصيل التسليح. ركز بقى كده معايا في رسم تفاصيل التسليح يا شباب. ها يا شباب، رسم تفاصيل التسليح، ركز بقى كده معايا. تعال نشوف بنحط تفاصيل التسليح في الخزان ده ازاي، بنسلح الخزان ده ازاي، وبننفذ الخزان ده ازاي. فقال لك بتقوم جاي راسم الخزان، فتقوم جاي راسم اول حاجة ترسم الخزان كخرسان ككونكريت دايمنشنز. طيب ركز كده، لما اجي ارسم الخزان ده هنا محتاج هونش. ففكرك كده، كنا بنعمل الهونش ازاي؟ كنا بنعمل الهونش ده بميل 1 لـ1، وده الأسهل في التنفيذ. فأنا كنت باجي أقيس كده، كنت باجي أقيس تي ووتر، السمك المية اللي أنا محتاجه اللي هو السمك اللي هو في مسألتنا بـ450، أقيس كده السمك اللي هو 450، وآخد هنا كده 4 مرات منه، 4 في 450، اخد هنا 4 في 450، ماشي. واللي انت عملته كده تعمله كده برضو، اخد هنا 450 واخد هنا 4 منه، 4 زي، اربعة في 450. قال لك تعالى يا باشمهندس روح كده، ماشي يا شباب، روح وصل ده كده، وصل ده بده. ها ماشي يا شباب، تقوم جاي موصل ده بده، يبقى عملك ميل 1 لـ4، وتقوم جاي موصل ده بده، يبقى عملك ميل 1 لـ4. تقوم جاي بقى انت رسم الخط ده، تقوم جاي واخد منه اوفست، يخبط مين؟ يخبط الخط ده هنا، وتقوم جاي واخد من ده اوفست بسبك 30، يخبط الخط ده من هنا، تقوم جاي موصل ده بده، يعمل لك مين؟ يعمل لك الميل اللي هو 1 لـ1. ده كيفية رسم الهونش اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده. طيب خلاص، يبقى رسمت الهونش بتاعنا من هنا ومن هنا. طيب ايه اللي فوق ده؟ قال لك دي القمرة الأفقية، اللي فوق ده القمرة الأفقية. اتفقنا القمرة الأفقية دي قمرة عبارة عن بي في تي، قمرة سمكها كذا 60 مثلا، والبي بتاعتها عرضها مثلا بـ25 أو عرضها مثلا بـ30، وإما تعملها كده أو يا إما تعملها اللي جوه أو تعملها لبره، مش فارق، يا تعملها لجوه يا تعملها لبره، ده صح وده صح.
خلاص، يبقى اول حاجه رسمنا الكونكريت دايمنشنز بتاعه الخزان، ده طبعا السمك اللي هو 300، ده السمك اللي هو 300 مللي، وده السمك اللي هو 300 مللي، وباجي ازود بس الاسماك او السمكات فين؟ عند الحته اللي محتاجه ازود فيها بس السمك. ده اول خطوه ان انا ارسم الكونكريت دايمنشن. طب الخطوه اللي بعد كده، عندي حديد الفلور، حديد الفلور عندي فرش اللي هو حديد سفلي وحديد علوي، ادا الحديد السفلي، وقلنا الحديد السفلي بنطلع بيه برجل كده اشاره عشان اجي اربط فيها الحديد اللي هيبقى في الحيطه هنا. الاشاره ديت بتكون طولها 1 متر، ها الإشارة ديت بتكون طولها 1 متر عشان لما السيخ اللي هيجي هنا يربط معاه. طيب بعد كده أقوم جاي حاطط السيخ العلوي، السيخ العلوي ده اللي هو كان بيقاوم عزم مين؟ اللي كان بيقاوم العزم السالب هنا. يبقى أنا لو عندي ده كان الخزان، كان عندي العزم على الخزان، كان عندي العزم على الخزان بالشكل ده، ففي هنا السيخ العلوي اهو، السيخ العلوي يمشي وينزل كده برجل صغيرة كده، يمشي وينزل برجل، يمشي قد ايه؟ قالك انت بتيجي هنا تفصل الاسياخ عند الهنش، بتفصل الاسياخ، فمن عند الفصلة السيخ ده يمشي ال development، يبقى من عند الفصلة السيخ العلوي اللي هنا يمشي ال development، اي سيخ من عند الفصلة يمشي ال development. خلاص يبقى السيخ ده بيمشي وينزل ويقف كده، كفاية هو هنا الحتة دي كلها بتوفي ال development. لو ما وفتش عايز تعمله برجل كده صغيرة ماشي، يبقى ده السيخ العلوي هنعمله كده، لو فيه هنش هنعمله بس كده برجل بس كده، هنفرط دلوقتي. طيب بعد كده بتيجي تفصل السياخ، صح؟ بنيجي نفصل السياخ عند الهنش، فده الهنش، تسليح الهنش، فتسليح الهنش بيمد من عند الفصلة، بيمد من عند الفصلة الحتة دي ال دي، يبقى الهنش برضو من عند الفصلة يمد ال ديفلوبمنت، طوله ال ديفلوبمنت من هنا، ويمد من عند الفصلة من هنا برضو ال ديفلوبمنت. كل ده انا بحط تسليح مين؟ الارضية اللي ديفلوبمنت. طيب انت هنا فصلت الاسياخ صح؟ فالسيخ اللي جاي من هنا، السيخ اللي هو انت فصلت الاسياخ برضو عند النقطة ديت، فالسيخ اللي جاي من هنا يمشي برضو من هنا اللي ديفلوبمنت، يبقى اي سيخ من الفصلة يمشي اللي ديفلوبمنت. طيب لما بتيجي تلاقي ان السيخ ده يمشي ال ديفلوبمنت، فبنحتاج نعمله برجل بس كده، خلاص ده بيوفي ال ديفلوبمنت. طيب لو ما فيش هونش فبتطلع كده، لو ما فيش هونش فتلاقي نفسك محتاج تطلع هنا شوية من عند الفصلة دي. طيب خلاص يبقى كل السيخ ال ديفلوبمنت، والسيخ ده برضو هيربط معاه السيخ اللي جاي في الحيطة هنا، فبرضه السيخ ده يا جماعة يمد منين؟ من هنا إشارة 1 متر أو ال دي أيهما أكبر، فبرضه السيخ ده يطلع إشارة 1 متر عشان السيخ اللي جاي هنا يربط معاه، السيخ اللي هنا إشارة برضه 1 متر. طيب بعد كده انا خلاص حطيت الحديد ده، اقوم بنيجي نصب مين؟ الفلور. زي ما احنا عارفين لما بنيجي نصب بنصب الفلور لوحده وبنصب الوول لوحده. خلاص يبقى انا صبيت كده الفلور وطالع بقى شايل حديد، يبقى انا صبيت الفلور وطالع بقى شايل حديد. بعد كده اجي احط مين؟ اجي احط السيخ اللي هو بتاع الحيطة اللي هنا، السيخ بتاع الحيطة اللي هنا اللي هو حسب شكل العزم بيطلع مينيموم، او اسف هو اللي بيقاوم العزوم الموجبة، هو اللي بيقاوم
العزم الموجب، السيخ اللي هنا ده هو اللي بيقاوم العزم الموجب، فهم جاي حاطه هنا يربط بإشارة، فاكر الواحد متر يربط بالإشارة اللي يربط مع الإشارة اللي طالعة، يربط مع مين؟ مع الإشارة اللي طالعة، ويجي من هنا كده يمد حاجة مهمة من الزيرو مومنت، يجي يمد ال انكروتش، ها من الزيرو مومنت يجي السيخ يمد ال انكروتش كده. طبعا يا جماعة زي ما احنا شايفين الأسياخ بره في التنفيذ ما بتتنفس بالجنش ده، عايز ترسمه انت في الامتحان ارسمه، بس الأسياخ بره بتتنفس كده، ادي السيخ طبعا زيه الناحية التانية بالظبط. بعد كده اجي نعمل مين؟ نيجي نعمل السيخ اللي قباله، السيخ اللي قباله اللي ما بيقاومش هزوم، اللي هو السيخ الاخضر ده، اللي هيجي يربط بإشارة هنا مع مين؟ يجي يربط بالإشارة اللي طالعة، يجي يربط بالإشارة اللي طالعة دي، ها يبقى ده التسليح الحيطة. طيب قبل ما نشوف بقى الحديد المنقط ده، الحديد الخطوط، في عندي هنا الكانة، الكانة اللي هنا بتاعة القمرة مين؟ بتاعة القمرة الأفقية. ها تعالى بقى نشوف ايه بقى حكاية الحديد المنقط. الحديد المنقط اللي هو هنا اللي هو البنفسجي ده، ده بتاع الشريحة في اتجاه مين؟ بتاع اتجاه بيتا. يبقى الحديد المنقط اللي هو البنفسجي ده اللي هو ايه؟ اس بيتا. طيب الحديد بقى المنقط اللي هنا، قال لك تعالى كده احنا بننفذ الحديد ده ازاي؟ قلنا لنفذ من جوه الخزان لبره، الخزان لو ده التنفيذ، فيقوم جاي حاطط الشدة الخشبية بتاعته، بعد كده واخد الحديد الرأسي الطولي، يقوم حاطط الحديد المنقط الأفقي، بعد كده يقوم جاي واخد الحديد الرأسي، ويقوم بعد كده حاطط الحديد المنقط الأفقي، بعد كده يقفل بمين؟ بالشدة بتاعته. طيب الحديد المنقط اللي هنا ده الـ AS بتاع الشريحة الأفقية، ده الـ AS بتاع الهوريزونتال ستريب، يبقى الحديد المنقط ده بتاع الـ AS الهوريزونتال مين؟ بتاع الـ AS الهوريزونتال ستريب. وخلي بالك كده من الألوان دي مهمة دلوقتي، لأن أنا هحتاج أرسم دوت في الهوريزونتال ستريب. طيب وعند حديد منقط فوق اللي هو الحديد الطولي بتاع القمرة. طب الحديد الطولي بتاع القمرة، ها الحديد الرئيسي بتاع القمرة والحديد الثانوي، ده الحديد الرئيسي وده الحديد الثانوي، وقفل الكانة ناحية الضغط. ليه بقى الكلام دوت؟ قالك لأن هي الشريحة اللي أنا واخدها دي فين؟ الشريحة اللي احنا واخدينها ديت موجودة فين؟ قالك الشريحة اللي انت بتاخدها دي بتاخدها في نص البحر، الشريحة اللي انت بتاخدها بتاخدها في نص البحر هنا كده، دي شريحة في النص هنا. طيب شريحة في النص هنا، قلنا الشريحة الأفقية ديت هتبقى بالظبط زي القمرة الأفقية، أو آسف القمرة الأفقية هتبقى زي الشريحة الأفقية. خلينا نقدم كده شوية ونوصل للقمرة الأفقية، أدى القمرة الأفقية. فالقمرة الأفقية لو أنت واخد الشريحة هنا في النص عليها أحمال بالشكل ده، أحمال أفقية هنجيبها دلوقتي، فلما أجي أرسم العزوم على القمرة الأفقية هلاقي العزوم على القمرة الأفقية بالشكل ده، زي الشريحة مين؟ زي الشريحة الأفقية بالظبط. طب انا كنت واخد الشريحة بتاعتي فين؟ دي كانت الشريحة بتاعتنا هنا، فيصبح الحديد الرئيسي ناحية الشد والحديد الثانوي ناحية مين؟ ناحية الضغط. الحديد الرئيسي ناحية الشد والحديد الثانوي ناحية الضغط، ها الحديد الرئيسي هيبقى يمين والحديد الثانوي شمال بالنسبة للحيطة دي. فتعالى كده بقى نرجع نشوف الحتة ديت، الحديد الثانوي يمين الحديد الرئيسي، آسف يمين اهو، والحديد الثانوي شمال، وقفل الكنة ناحية الضغط، الحديد الرئيسي يمين والحديد الثانوي
الحديد الرئيسي هنا شمال والحديد الثانوي يمين. خلاص، وعندك حديد تحت كده اهو بنركزه. خلاص، الحديد اللي تحت اهو، التلات نقط دول الاسود، ده الاي اس بتاع مين؟ ده الاي اس بتاع الوول از اديب بيم، ده الاي اس بتاع الديب بيم اللي هي الوول كديب بيم، اي اس بتاع الديب بيم. ماشي يا جماعه، ده الحديد المنقط. تعالى بقى نكتب القيم بتاعتنا ونفرد ونكتب الابعاد بتاعتنا. فاحنا قلنا يا جماعه ان العزم اللي انا صممته دوت، اللي هو العزم السالب اللي كان هنا، طلع معايا 7 في 12. يبقى السيخ ده 7 في 12، هو ده شكله. والسيخ ده انا فصلته من عنده صح، الهنش، يبقى 7 في 12، والسيخ ده يبقى 7 في 12 برضو. طب العزم بقى اللي تحت ده هيحتاج معاك 6 في 12، العزم الموجب اللي هنا هيحتاج برضو 6 في 12، السيخ ده هاخده المينيمم 6 في 12، الكانة هفرد الكانة بالشكل ده. الحديد المنقط ده اللي احنا قلنا بتاع الهوريزونتال ستريب، لما تيجي تصمم الهوريزونتال ستريب، الحديد الأزرق والحديد الأسود ده بتاع الهوريزونتال ستريب، لما تيجي تصممها هيطلع 6 في 12 على المتر الطولي، 6 في 12 على المتر الطولي، وهنشوفه دلوقتي. وتكتب الأبعاد بتاعتك، ده سمك الحيطة بتاعك 3 من 10، دوت أبعاد المية، يبقى الأبعاد اللي هو بيداني في الخزانات ده بتبقى أبعاد المية، 5 في 4 ده أبعاد المية، أزود عليها سمكات بقى الحوايط وسمكات الفلور. انت في الامتحان المفروض وانت بترسم ستريب واحد واحد هترسم الشكل ده، يبقى ده كده في الامتحان، هو الشكل ده بتاعك اللي في الامتحان، ترسمه كده وتفرط بالشكل ده. عايز بقى انت تعمل الجنشات او ما تعملهاش مش مهم، بره في التنفيذ ما بنعملش الجنشات. طيب، والستريب بقى 2 2، اللي هي الستريب في الاتجاه الطويل، فاللي كان يا جماعة ظاهر خط يظهر مين؟ منقط. فانا كان عندي الحديد البنفسجي دوت، الحديد البنفسجي ده اللي كان ظاهر مين؟ ظاهر منقط. الحديد البنفسجي هنا كان ظاهر منقط في الشريحة 2 2، يظهر خطوط، يظهر خطوط. والحديد الاحمر ده اللي هو كان الفرش هناك، يبقى ده الفرش يبان منقط، يبان تحت، وده فوق الغطا الاخضر اللي فوق يبان فوق او يبان تحت، مش فارق. طيب، هنا برضو خلاص، برضو هنحط هنا التسليح، هنحط برضو هنا بقى التسليح بتاعنا. يبقى ده الشريحة يا جماعة، الشريحة اللي في الاتجاه التاني اللي هو في اتجاه بيتا. اخلي بالي بس ان ده كان اتجاه، ده كان الغطا اللي هو اتجاه بيتا، ده الغطا، ده الحديد المنقط، ده هو الفرش. الحديد المنقط الاحمر ده هو الفرش، الفرش الحديد البنفسجي ده هو الغطا، وانا هنا فصلت الحديد البنفسجي، يبقى هو دوت الحديد بتاعي هنا بنفس النظام، ده برضو الحديد المنقط بتاع الشريحة الأفقية، وديت ستريب 2 2. طيب البلان يا جماعة، البلان، في البلان لو فاكر هتيجي بس تاخد الحديد اللي هو كان في اتجاه ألفا، اللي هو الفرش ده، الحديد الفرش سفلي وعلوي 6 في 12 على متر و7 في 12 على متر، وده الغطا اللي هو برضو سفلي وعلوي، طالع بعشاير كده سفلي وعلوي برضو 6 في 12 على متر الطولي، فرش في اتجاه بيتا والغطا في اتجاه مين؟ في اتجاه ألفا، فرش في اتجاه بيتا والغطا في اتجاه ألفا. طيب تعالى كده يا جماعة ركز معايا في الهوريزونتال ستريب، تعالى كده مع بعض ونشوف الهوريزونتال ستريب. فالهوريزونتال ستريب يا جماعة، في الهوريزونتال ستريب انا هحتاج نفسي محتاج اعمل برضو هنش، هعمل برضو هنش هنا بنفس النظام. ادي الشريحة الرأسية اللي انا كنت واخدها في النص هنا، فركز بقى كده معايا، اللي كان ظاهر خط يظهر منقط، واللي كان ظاهر منقط يظهر خط بنفس لونه، يبقى الالوان دي تخلي بالك منها،
بنفس الالوان. يبقى انا كان عندي هنا يا جماعه، شايف انت المنقط بتاع الشريحه الافقيه، المنقط الازرق اللي جوه ده هو ظهر هنا خط ازرق، والمنقط الاسود اللي هو ناحيه الشمال ظهر هنا خط اسود. يبقى دول هما اللي هنا، المنقط الازرق والمنقط مين والمنقط الاسود، ظهر خطوط. طيب اللي كان ظهر خط يظهر منقط بنفس ترتيبه، اللي كان ظهر خط يظهر منقط بنفس ترتيبه. يبقى انا كان خط اخضر منقط ازرق، يصبح لما اخد قطع هنا منقط اخضر وخط ازرق، منقط احمر وخط اسود. ها، يا رب تكون اتفهمت والالوان وضحت الموضوع شويه. يبقى انا لما اجي اخد اقطع هنا، اللي كان ظهر خط يظهر منقط، واللي كان ظهر منقط يظهر خط بنفس الترتيب. اللي كان ظهر خط يظهر منقط، واللي كان ظاهر منقط يظهر مين خط بنفس الترتيب. وطبعا هنا بقى نفس التسريح بتاع الهونش، وهنا برضو يمشي برضو من هنا ال دي ويمشي، والهونش ده يمشي من هنا ال دي ويمشي ال دي. ممكن احتاج اعمل هنا وصلة او اخد السيخ على بعضه لو هو المينيمم، لما تصمم هيطلع 6×12 على متر طول، خلاص اخد السيخ على بعضه واوفر الوصلة بتاعتي. يبقى ده كده يا جماعة 6×12 على متر الطولي، وده الشريحة الأفقية. يبقى أنا عندي كام تسريح؟ يبقى يا شباب التسليح بقى، التسليح بتاع الشريحة الأفقية هيبان بالشكل ده. خلي بالي بس إن كان الخط الأخضر يبان منقط بأخضر، خط أزرق أحمر منقط خط أسود. صعب كده يا جماعة الكلام ده؟ حد عنده مشكلة؟ سهلة. طيب تعالى بقى نشوف ايه حكاية القمرة الأفقية، الهوريزونتال بيم دي. كده الهوريزونتال بيم، واتفقنا ان انا ممكن اعملها شمال او ممكن اعملها يمين، الاتنين واحد، الاتنين واحد يا باشمهندسين، الاتنين واحد يا شباب. طيب ادي الاحمال على القمرة الأفقية. الأحمال بقى على القمرة الأفقية دي أجيبها منين؟ الأحمال اللي هي على القمرة الأفقية ديت أجيبها منين؟ قالك سهلة، تعالى كده. يبقى الأحمال على القمرة الأفقية أو على القمرة الأفقية دي شباب منين؟ فاكر أنت الرياكشنات اللي احنا قلنا عليها R1 وR2، اللي هي الرياكشنات بتاعت R1 وR2؟ ها، لو رحنا للشريحة، يلا لو رحنا للشريحة اللي هي 1 1، لو رحنا للشريحة 1 1 كان جاي لها R1. R1 ده اللي هو كان بكام؟ كان ب 12 34، ده يروح للقمرة الأفقية. وكان عندي الرياكشن اللي اسمه R2، R2 ده برضو يروح لمين؟ R2 اللي هو 4 63 يروح للقمرة الأفقية. يبقى دي الأحمال بتاعة القمرة الأفقية، الأحمال R1 اللي هو رياكشن الشريحة اللي هي كانت في اتجاه الـ4 متر، و R2 اللي هي رياكشن الشريحة اللي هي كانت في اتجاه الـ6 متر. طب لو أنا بقى عايز أصمم وأرسم السترينينج أكشن على القمرة، قلنا يا جماعة إن القمرة الأفقية تعامل معاملة مين؟ الشريحة الأفقية بالظبط. وأفرض قطاع 25×60 أو 30×60، يبقى القمرة الأفقية تعامل معاملة مين؟ زي بالظبط الشريحة الأفقية. وأصمم قطاع عليه ام وتي، أصمم قطاع عليه ام وتي، وأجيب التسليح وأرسم التسليح، هيبقى التسليح بالظبط زي الشريحة الأفقية بالظبط. بس هاجي أزود هنا كانات، هاجي أزود هنا كانات بتاعة القمرة. طبعا بقى مفيش الهونش ده، الهونش ده مش موجود، ومفيش الحديد المنقط الطولي ده مش موجود. يبقى الهونش مش موجود والحديد المنقط الطولي ده مش موجود. وازود مين؟ وازود الكانات بتاعة القمرة، ازود الكانات بتاعة مين؟ بتاعة القمرة. ده كده ديزاين القمرة الأفقية. صعب يا جماعة المثال رقم 1؟ يبقى المثال ده لو فهمته خلاص الباقي كله سهل. تعالى كده نشوف المثال رقم 2. مثال رقم 2
برضو بيقول لك بقى لو الخزان اللي فات بقى 4 متر عرض في ال 10 متر، لو الخزان بقى 4 في 10، it is required to تعمل برضو suggest suitable system، يعني احط هنا كاميرا ولا احط هنا بلاطة، اعمل complete design و draw the details of reinforcement. برضو همشي نفس الخطوات، اول خطوة ال concrete dimensions assume ال T wall بيساوي T floor بيساوي 300، الاحمال ال B wall جاما موتر في ال H بتساوي 10 في 55، وال W floor يطلع 57.5. الخطوة اللي بعد كده اعمل حاجة اسمها ال load distribution، وفي الخطوة دي اتفقنا ان احنا بنفرد الخزان. خطوة اللود ديستريبيوشن دي ان انا بفرد الخزان، واجي بقى على الفلور. الفلور المرة دي هلاقيها فلور 10 في 4، فلما اقسم ال ال لونج على ال ال شورت 10 على 4 تطلع اكبر من او يساوي الاتنين، فالفلور بتاعتك وان واي، اذا كل الحمل يمشي في الاتجاه مين؟ القصير، وان واي. طيب بالنسبة للوول واحد، كل حتتين قبال بعض زي بعض، فالوول واحد دي ال لونج على ال ال شورت، ال ال لونج بخمسة على ال ال شورت بأربعة، تطلع البلاطة بتاعتك تو واي، فالحمل يتوزع في الاتجاهين، ونحسب ار ام لونج في ال لونج على ام شورت في ال شورت. تعالى كده نشوف استمرارية الطول الطويل، ادي الطول الطويل مستمر هنا مع بلاطة، ومن الناحية التانية مش مستمر في 87%، واستمرارية الطول القصير اللي هو الأربعة مستمر هنا مع بلاطة جنبه ومستمر هنا مع بلاطة جنبه. إذا الفاكتور ده ب76 من 100 في 4 يطلع ال R ال B 50 ألفا بيتا، فاكر يطلع نفس الأحمال بتاعة المرة اللي فاتت، بتاعة الحيطة اللي فاتت بالظبط. برضو أي حمل في الاتجاه الأفقي 3 أرباعه بس هو اللي يروح في الاتجاه الأفقي، وكله يروح في الاتجاه الرأسي على ارتفاع اتش على الأربعة، وكله يروح في الاتجاه الرأسي على ارتفاع اتش على الأربعة. طيب بالنسبة للوول دبليو اتنين، بالنسبة للوول دبليو اتنين دي وول 10 في 5، 10 على 5 فيها الاتنين، اذا البلاطة دي وان واي في اتجاه الخمسة، يبقى كل الحمل هيمشي وان واي في الاتجاه الخمسة، يبقى شالو وول كل الحمل في الاتجاه الخمسة، مفيش اي احمال افقية. بعد كده اجي بقى اخد شرايح، نيجي ناخد شرايح ستريب واحد واحد، الشريحة اللي هي واحد واحد ديت، هتلاقي بقى تلم الاحمال تاني، عندي مثلث مية بقيمة الحمل كله 50، عندي الدبليو فلور كلها 57.5، وعندي مثلث، اروح ارسم العزوم والنورمال للشريحة ديت، واجد الشريحة رقم 2، الاقي ان الشريحة رقم 2 على المثلث الاصفر المثلث الكبير ده 9.65، وعلى المثلث الأسود ده 40 35، ونفس الكلام. أما الفلور في الاتجاه ده فعلى 0 من الأحمال، برضو ده بقى اللي هو 10 متر، أروح أرسم العزوم. برضو هاخد هوريزونتال ستريب شريحة أفقية على ارتفاع اتش على الأربعة، وآخد الأحمال الموازية، فتيجي تلاقي الحمل الموازي هنا هو 30 26 للأربعة، 30 26. طب الحمل الموازي لل10 متر تلاقي صفر، تلاقي الأحمال هنا مفيش أي حمل في الاتجاه مين؟ الأفقي. برضو أروح أرسم البندنج مومنت والنورمال فورس للشرايح، وأصمم أعمل ديزاين وأرسم الديتيلز أوف رينفورسمنت بنفس المنطق بالظبط. طيب المثال رقم 3، لو أنا الخزان ده زي المسألة بتاعتي في الشيت، المثال رقم 3 كده نعدي عليه برضو زي اخر مسألة في الشيت، لو الخزان بقى بتاعي بقى 4 في 3 في ارتفاع 9 متر، برضو suggest the suitable system، هستخدم هنا كاميرا ولا لأ، suggest السيستم المناسب، هنستخدم كاميرا ولا مش هنستخدم كاميرا. هنستخدم كاميرا ولا لأ في الحتة ديت، هنستخدم كاميرا هنا ولا لأ، واعمل نفس الكلام للخزان ده. فبرضو اسيوم التي وول بيساوي التي فلور بيساوي 300 ملي، الاحمال بتاعتك برضو حمل مية، يبقى الاحمال بتاعتك اللي عندي هنا احمال المية غاما ووتر في اتش ووتر،
المرة دي ارتفاع المية 9 متر، ارتفاع الخزان المرة دي 9 متر، فجاما في اتش يبقى 90 كيلو نيوتن على متر مربع، الفلور 90 زائد 7.5 97.5. تخش على خطوة اللود ديستريبيوشن، برضو نفرد الخزان بالشكل ده، نفرد الخزان 3 9 9 9 4 9. بالنسبة للفلور ال لونج على ال شورت يطلع 2 واي 1 33، تطلع الار ام لونج ده مستمر من ناحيتين وده مستمر من ناحيتين، تطلع الار ب 1 33، الدبليو فلور 97.5. اجيب الفا واجيب بيتا من الجدول او من القوانين، اجيب دبليو الفا الحمل في اتجاه القصير، ودبليو بيتا الحمل في الاتجاه الطويل. ده بالنسبة للفلور. هاجي بالنسبة للوول، هتيجي بالنسبة للوول دبليو واحد ودبليو اتنين، هتيجي ال لونج على ال شورت تلاقي 9، ال لونج ب 9 وال شورت هنا ب 3، ف 9 على 3 اكبر طبعا من 2. واجي هنا برضو الاقي ال لونج ب 9 على ال شورت ب 4، 9 على ال 4 برضو اكبر من 2. اذا البلاطة بتاعتك بتكون، البلاطة بتاعتك ال لونج على ال شورت 9 على 4، او اللي هو 9 على 3 او 9 على 4، فالبلاطة بتاعتك وان واي في الاتجاه مين؟ في الاتجاه القصير، في اتجاه هنا ال 4 او في اتجاه هنا ال 9. وقلنا اي حمل في الاتجاه الافقي كله يروح في الاتجاه الرأسي، قيمة الحمل كله اللي اسمها بي تروح في الاتجاه الرأسي على ارتفاع اتش على ال 4، وتلات ارباعه بس هو اللي يروح في اتجاه مين؟ في الاتجاه الافقي. فانا بالنسبه للحيطه ديت 75% من الحمل هو اللي يروح في الاتجاه الافقي. طب الحمل هنا كان 90، البي دي ب 90، ف 95% من ال 90 يطلع 67.5 في الاتجاه الافقي، 67.5، وفي الاتجاه الرأسي يروح مين؟ تسعينات. يبقى لي بقى ان انا اخد استريبات، استريب واحد واحد. هتلاقي عندك ان الاستريب واحد واحد اللي هي في الاتجاه التلاتة، في اتجاه استريب واحد واحد اللي هي في الاتجاه التلاتة، فتيجي تاخد استريب واحد واحد اللي هي في اتجاه التلاتة، وتاخد الاحمال بتاعتك. عندي حمل بس مثلث على ارتفاع اتش على ال 4 اللي هي 9 على ال 4، تطلع فيها ال 2.25، قيمته جاما في ووتر في اتش ووتر، كل الحمل كله 90، والحمل في اتجاه الفا 73.9. بعد كده اجي اخد شريحة في اتجاه 2.2 اللي هي ستريب 2.2 في اتجاه ال 4، اخد الاحمال الموازية، الاحمال الموازية ال 4 هنا 23.6، وبرضو المثلث الاسود اللي هو 90. طبعا هنا الاحمال، طبعا هنا الاحمال بصفر، دي الشريحة. يبقى لي شريحة رقم 3، استريب 3 3 في الاتجاه الأفقي، كل الأحمال متساوية 67.5، 3 في 4 كلوزد كده. أقدر بقى أرسم برضو المومنت والتنشن، وأبدأ أصمم الشرايح وأرسم تفاصيل التسليح للخزان ده بنفس الكلام اللي فات بالظبط، الكريتيكال ستريبس والسترينج اكشنز، الديزاين والرينفورسمنت ديتيلز. يبقى يا جماعه الخزانات المستطيله دوت في الامتحان زي ما الشيت نزل لك بالظبط، اول مساله كومبليت ديزاين اللي هي اول مساله حليناها، تاني مساله برضو احنا حليناها مع بعض، تالت مساله برضو احنا قلناها مع بعض. يبقى انك تحل الشيت، تحل الشيت خلاص يبقى انت كده ذاكرت الموضوع. ولو في حد عنده مشكلة يا شباب في الخزان المستطيل يكلمنا، احنا دايما موجودين، ويا رب ان شاء الله نقابلكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.